هنبدأ الكرة الأولى للأجواء المصرية مع الكاتبة الروائية الدكتورة إيمي فسوق. هي عضو اتحاد كتاب مصر ورئيس القسم الهندسي في أحد شركات الاستثمار العقاري، تدرس الدكتوراه في العمارة الذاتية، عملت كباحثة ومستشار إعلامي في أحد المراكز للدراسات والبحوث الأمنية، كرمت من جهات عديدة، تكريم الأمم المتحدة للفنون، المكتب الإقليمي في الشرق الأوسط وإفريقيا، جامعة MSA، نادي انطلاق، جريدة عالم النجوم. لها إصدارات روائية ومجموعات قصصية عديدة. أيضا تكتب المقالات السياسية والاجتماعية إلى جانب العديد من الأفلام الوثائقية. رحبوا معي بالأديبة المبدعة دكتورة إنجي حسين. لو سمحت يا استاذه، احنا بنصور، احنا عايزين نشوف حضرتك. لا انا مش قدام نص مرصع فنيا، يعني بمعنى ان هو معد للقارئ فقط، لكنه ايضا معد لكي يشاهده المشاهد على خشبه المسرح. طبيعه شخصيه الكاتب بتظهر دايما في البدايه، كده الابداع او المقدمه. الحقيقه ان الكاتب احسن تفسير الابداع اللي ذهب لرخصه فيه المكتب الاستاذ فهمي الدكوري، حيث نقل عنه احدى مقولاته، وهي ايمانا منه بان المسرح يبدو ان يحرض البشر على تغيير واقعه المتردي نحو مستقبل افضل، فالمسرح اداه للتفكير وللثوره. الحقيقه ان المقوله كانت تناسب الاحداث المسرحيه نوعا ما، عندما اتحد بعض افراد الشعب مع الملك وزوجته للثورة على الدخلاء وعودة الأمور لمكانها السابق. لكن أتوقف أمام رسالة الكاتب، هنا بقى هيكون في تفسير بسيط. في اعتراف نحوها زي إلى من قرأ أو سيقرأ، أقدم لك عهدي بأن أحترم عقدك فلا أقدم إلى كذا إلى كذا إلى آخر هذه الصفحة، يعني من آخر الصفحة. هذا النوع من التمييز غير محدث بالنسبة لي، يعني من وجهة نظري غير شرعي. يعني أنا لو شفت إن الكاتب لابد أن يترك الحكم للقارئ وللمشاهد، يعني انت بتسيبني انا الاول ان هذه المسرحيه بتقدم في كذا وكذا وكذا. ايضا النص لابد ان يكتب، ان يتم حكمه بدون تعليق، يعني هتكتب طريقه الحكم على نص كاتب، مع ان ده منوط لي انا كمشاهد وكقارئ. كتبت انه ادب محترم لا يخلو عن الاداب العامه، يفضل المعلومه الصادقه في طيات الادب، لا السلم كعسل. هذا النوع من المثاليات بعتقد شكل من اشكال الوصف. ويعني الكاتب او القارئ او المشاهد هو اللي ممنوع فيه اصدار هذا النص. هل هذا النص قد يصلني من عقل ام لا؟ ولا شيء من ذلك. هذه الكلمات في اعتقادي الشخصي ان حضرتك وجدتها للرقابه او للسلطه.
موقف الطريق كان مشابه جدا مع موقف
فعرفت ده اصل اسم الاصل ده يوناني، ده اصل في واحد اسمه عيب اصله عيب، فده عملت سيرش كل ده اسماء دي مستحيل ولا اسم منهم تماما دي اصل. المسرح جاء الحوار بتاع
كمان فريق العنصر الاجنبي او العنصر الخارجي اللي جاي من خارج المملكه اللي هيغير قوانين ودستور المملكه. وهو يتكون من عده اشخاص زي ما قلت كده. انا قعدت يعني ابحث عن الاسماء، يعني اصل هذه الشخص بالاسماء مثليه اصل ايرلندي، مثلي اصل يوناني، ريشي اسباني، لالي او لالي عبري، نوفي يهودي. ودي اسماء كلها انتشرت في الثمانينات 1840 في امريكا، اماكن عديده جدا في العالم. انا المشهد الثاني كان مليء بقى بالافكار التامريه، والكاتب ابتدى يعرض ازاي هم هيوظفوا الاسماء الحقيقه في هذا العرض. وصل نسكافيه توظيف الصوت في السيطره على الشعوب، وازاي تحول الامير الضعيف اللطيف او الشخصيه الظريفه اللطيفه اللي زي لو يعني العالم بالحته نخليه الى شخص ولي صاحب كرامات ومعجزات يؤمن بيه الجميع. لكن يعيد هذا المشهد الحقيقه الدكتور عمر يعني كان مهتم جدا بالافكار. انا مش هلاقيش افكار حضرتك، يعني انا مش مختلفه معاك عشان اقدر اناقشها، لان انا خلاص انا اقدر اقول بعض المدرسات او الفقرات عنها. لكن كان لازم يبقى في توازن في الحد ما بين الفريق، يعني في شخص اللي مثلا فيها مبتكره وفاه فتره طويله، الاقي يعني مثلا صحيح بيتكلم، في شخصيه ثانيه بتحكي نبذه من المخطط في فتره بسيطه جدا. الى جانب ان الافكار جايه على شكل زي ما كنا بنقول اولا ثانيا ثالثا، لا انا شايف ان حضرتك تتخلص من التعقيدين الاولا وثانيا او واحد اثنين ثلاثه. يبقى حضرتك تقسم الحوار على سن الشخصيات وتتخلص من الاشياء. انا هقول لحضرتك على حاجه، انا امبارح كنت في مدبر وكنا بنناقش روايه، وكان انا كنت بقول ان يعيدها طول الحوار، المسرحيه تجملها الحوار، هي اساسا قايمه على الحوار. فحضرتك من الحوار تلقى انك تسكت وان هذه الشخصيات تقول كلمه والشخصيه الثانيه تقول صوت. فاحنا شفنا مسرحيات وعندنا مسرحيات ممكن شخص يقول كلمه يعترض، واحد تاني يقطع الحوار، وبعد كده نستكمل الحوار مره ثانيه، نتلاعب بالضوء، نتلاعب بالديكور. كان حضرتك طبعا تعرف الفكره ان انا اسمع شخصيه يعني بتتكلم في حوار واحد صفحتين، انا متخيله ان انا وانا قاعده هتعلى معاك، وخصوصا ان هو حوار دسم جدا جدا وقوي جدا. فهو عايز يكون شخص صاحب فكر عالي قوي عشان يبقى قاعد كده وقاعد مركز. فانا بشوف ان لابد يبقى في توازن في الحكي بين الشخصيات او تقسيم الحوار اكتر. انت بتقسم زي ما انت عاوز، 85 صفحه بالنسبه لي كانوا قليلين جدا. يعني العكس، يعني في ناس بتقول حتت لا مصر او حتت لا طويل. ان زي ما قلت لحضرتك مش الصياغه نوعا ما اللي جايه بشكل بحثي، لان ده كان في الفصل ده. هيجي اخد الفصل الثاني سريعا، انا بتكلم بسرعه لان انا خايفه على الوقت، وانا ما اعرفش طبعا الساده النقاد نفسي انا كان براحتي خلاص ماشي. في بعض اطفال الشعب كده يتمرنوا، وانا عجبني بقى ان احنا زي ما خلاص ابتدينا حطينا ووضعنا ايدينا على الشعب، وقلنا ازاي نسيطر عليهم، وعملنا خطه، وازاي خلقنا من هذا الامير ولي صاحب معجزات وكرامات، ازاي في هذا الشعب شخصيات او اشخاص او افراد عندهم وعي ولم يتقبلوا وابتدوا يشغلوا المهم. فده كان جميل جدا، وصلنا المشهد النهائي اللي هو سعيده يعني. فهنقول ان في تفكير، في ثوره على الافكار المدسوسه. بنكتشف في المشهد الاول ان الفكره في المشهد الاول في الفصل الثاني ان الفكره نجحت، وان فعلا حصل سيطره على الشعب لما نلاقي ان تنميه قرار الحرب وتزوج وبقى عنده ابن. لا ده كمان صحته الحمد لله ربنا يعني بقت كويسه، قال على الجواز حضرتك على حكم لا الملكه هنا عشان كانت ملكه طيبه فقوت شخصيته وغيرت منها. طبعا بتظهر في هذا المشهد شخصيتين متناقضتين، مش يعني ممكن نقول هنا فريق كتير بقى كليرا وكيتس. انا بس لو قلت الاسماء غلط اتمنى ان حضرتك تصلحها. هو بس التوضيح للاسماء انه مملكه افتراضيه، ما كان يجب ان اعتمد على اسماء معروفه، فانا جعلت كل الاسماء هنا
انا راجل في علم ودائما الكلمات بتاعتك هي مستعاره، فانا عملت كل الاسماء هنا اقدر اعرف بها الحاله. يعني الاديس انسك ان ايه معناها مريض وسكت معناها مريض، هو طلع مريض، فانا عملت انسك عشان خاطر كنت مطلع على الله. يعني عملت في اسماء في زي الفيلين جاي من دبل الشيطان واشي او ابر، فكل اسماء جايه من عند هنا، زي هنا كريتيك جاي من جمال، زي رافي انه راجل بتاع كوميدي غف وبقى غف لكن بس انا عملت ده. انا قلت لك كنت نفسي كنت مين؟ انا بروحش على خاطر كنت معلومات. لا بس استغليت لك قدرتك كطبيب. طبعا طبعا عرفنا في المشهد الاول في الفصل الثاني ان الخطه بتاعت الفريق الشر نجحت، وان الامير تولى الامر، وان الملك الاب توفى، وانه اصبح بيغني، تظهر شخصية الملكة، شخصية المرأة المتناقضة للشخصية. يعني أنا دايما بهتم جدا بعناصر المرأة داخل أي عمل أدبي. المرأة مهمة جدا لتحريك الأحداث، وكون إن الكاتب يضعها في شكل متوازي مع شخصية الرجل أو الملك أو أحيانا بتتفوق عليه، فلا بيكون ده الحقيقة يعجبني جدا، بحس إن هو لا حقيقة، ده حقيقة. نشوف فعلا ازاي المرأة داخل الفراغ الملكي تكون شخصية خبيثة، وتكون يعني تستغل طبعا يعني الأنثى ومقامها. فكان عندنا وصل الشر وعندنا وصل الخير، وطبعا الملكة هنا كانت ملكة يعني ابتدت تعمل على تعديل الأوضاع، صح كده؟ ابتدت تستعين الفريق الكبير اللي هو الأميرة، وشفت إن هم يضعوا الخطة المضادة تعديل الامور مره ثانيه واعاده الوعي مره اخرى للمملكه. المشهد الثاني من الفصل الثاني هو مشهد المواجهه بين فريق الشر وفريق الخير، بين فريق بيحاول السيطره على وعي الشعب، وبين فريق ثاني يكافح هذه الافكار الدسيسه والافكار اللي بتحاول انها تقتنص من الشعب باسم الدين وتسيطر عليه ويدخله من باب الزعبلات والخرافات. هو طبعا يعني في فقره كده ما عندناش ازاي هم بيخلوا الشعب يؤمن بالامير. فكده بقى الفريق يطرح الاسئله، يعني الفرد بحبها يعني الفقره فيه وقتها دخل ساعتها بموضوع تدريب وهو جاي وقتها. يعني هي حسيت انها فعلا جاي وقتها رغم ان المسرحيه كنت بقى في سنين عديده، يعني شفتها كده ان كلمه افتراضيه لا ما بتفهمهاش علشان دايما تسيبني انا اقارن ارضه ده باحداث حاليه او احداث ماضيه او قراءات سابقه وما الى ذلك. ف في طرح الاسئله انا في حاجه انا وصلت لها، انا حسيت ان الفريق الخير او الفريق اللي جاي من الشعب دايما بيقاطع، ما فيش فرصه. مش ان فريق الشر ما عندوش حاجه، لا هو مش مع او فكر، لا هو مش مديله فرصه للكلام، دايما بيقاطع. فكنت اتمنى ان حته تدي هدوء ضعيفه غير قويه، غير ان الفريق اللي هو مكون من 5 لـ7 اشخاص بيتكلم اكتر يعني او بيسال اسئله اكتر. فان ده هيخليني يعني اعيش في جو الافكار، يعني تقول لي افكار كده ضعيفه، طب ايه ده؟ الكلام ده احنا بنسمعه في حياتنا، فتدخلني انا كمشاهد في حاله من الحالات اللي احنا بنعيشها في الواقع. بتنجح خطه الملكه في التخلص من الفيل واعوانه، وبيجي مشهد النهايه او المشهد الثالث يخبرنا ان الفكره لسه باقيه، وبعض الافراد من الشعب لسه بيختلوا بالقزعبلات وبيجروا يبحثوا عن المعبد اللي خرج منه الامير، ان الامير ده يعني كان عمل ان هو ميت وبعد كده رجع عاش، وبيجروا يبحثوا يعني خلف هذه الاطفال. بنقول لا، في عندنا دايما مشكله، مهما حاولت تزرع الوعي في ناس فاقدين الوعي، في ناس دايما من دماغهم كده معنا. يعني انا حتى بفتكر موضوع كورونا، احنا دايما نقعد من الناس الكتابه، وفي ناس لا 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 انا مش هلبس، انا لا مش هاخد النقاب، انا كذا كذا، موجودين بقى في امور عديده اللي هم تقنعوا ما فيش فايده. الخلاصه احنا امام، خليني اقول الخلاصه، نحن امام مسرحيه سياسيه يبتسم النص المسرحي بان النص هو طوالي مصاحب بمناظر مكون من فصلين، الفصل الاول منظرين، وناجح جدا في تجميع جميع العناصر وتطبيق جميع عناصر المسرحيه فالزمان محدد داخل القرن ال14 الميلادي بعد سقوط مملكه المغاطه، المكان ايضا محدد.
يستحق التلاعب بالدستور، توظيف الدين للسيطرة على الشعب، الاستعانة بالعنصر الأجنبي واختراق للمملكة وتوليه المناصب الرفيعة، معرفة أسرار المملكة، استخدام الخرافات والأساطير لتغيير وعي الشعوب، مواجهة الحجة بالحجة، إعمال العقل في مواجهة الأفكار المغشوشة وحقيقة الجسد التكليف، دور المرأة في الحكم والتحكم وفرض السيطرة على الحاكم، دي كلها أفكار فيها تتبنى المسرحية. الحدث هو مرض الملك ومرض ابنه لما لا يسمح بتوليه الحكم. الحبكة هي التلاعب بالدين وهو الممنوع باسم الدستور، رغم أن المملكة لاتينية وملحدة بالاستعانة بأشخاص خارج المملكة. شخوص الروايات مقسمين إلى فريق الشرق، الملك وزوجته الملكة، وفريق بيفلين. المرأة في المسرحية هي البطل الرئيسي من وجهة نظري، محرك أساسي للأحداث سواء عنصر الشرق أو عنصر الغرب، وهي التي استعانت بالخبراء الأجانب لتوريث الابن على العرش رغم أن الدستور يمنع من ذلك. وفريق الخير يتمثل في الأمير وزوجته أو الملكة في مراعاة الملكة، عمها الأمير بوات، وأيضا شباب المعبر الخمسة أو السبعة، وليتا بريكي وليتا. فكر الكاتب كيفية استخدام العقل الحكيم الذي يفكر لصالح العام، قدم مصلحة الوطن أو المملكة على المصالح الشخصية، كيفية التخلص من التحكمات الخارجية، ومصير المملكة بالاستعانة بمن يدين لها بالولاء. من أكثر الشخصيات اللي عجبتني هي شخصية التي. احنا دايما عندنا مشكلة من يدين بالولاء للحاكم أو مصفشة والحزبة اللي حوالين الملك، مين أو شخصية حوالين الرئيس، خلينا نقولها بشكل أوضح. هو أيضا صار على الأفكار المدسوسة رغم أنه هو كان مقرب من الشخصين، يعني شخصية الدين، لأن هو يعني لم يتأثر به، لم ينبهر بأفكار التي انشغل أمامه. فأعتبر شخصية الملكة مشكلها وشخصها كان تناقض في محله، والشخصيات السنوية تم استثمارهم وتوظيفهم بشكل رائع جدا بشكل ناجح. المشهد الثاني كان مليء بالأفكار التآمرية، وتحويل الأمير إلى ولي أو نائب صاحب كرامات كان جيد، لكن بيعيد هذا المشهد هو تطبيق الجمل الحوارية زي ما قلت. في النهاية أنا أمام مسرحية عملية عناصر متعددة، غاب عنها بعض الأشياء، يعني كنت أتمنى إن هو يتلاعب مثلا وصف أفضل، يبقى في توصيل أفضل بعد المشاهد، يعني حتى مثلا في مؤثرات، يعني عنصر الحركة ده برضه مهم جدا، يعني أحيانا حتى مثلا في الملكة بتقول بيجي بعدها صمتت أنا هدت وبنكمل، فده بيوقف لي، يعني أحيانا حتى بتحط دلوقتي في سكوت منفصلة، يعني رايح القوة الحمد لله، بريحه إن أنا أقدر إن أنا أستمتع بيه بشكل أفضل، إن أنا أكون يعني مقطع عملت الجملة وارجع تاني أراضي. فاستمتعت بالمسرحية وأتمنى أن تكون مداخلتي أو فكرتي عجبتك. شكرا للكاتبة المبدعة دكتورة إنجي فوزية، عضو الاتحاد الأدبي المصري لكتب التغيير، تعقيب على رؤية دكتورة إنجي. هو قبل التعقيب يا جماعة لو سمحتوا، قبل التعقيب هو شكر دكتورة إنجي على أولا اهتمامها العمل وبدأ فيها بالإعجاب، ثم لها أن تكون كما تشاء. الكاتب أن أؤمن أن الكاتب المبدع يبدع بأي طريقة كما اتفقنا، أن يفرغ ما بدأ فيه ويحصل يحصل، أو يكتب ويجتهد، أو يجمع ما بين الاثنين. فأنا أقرأ ما بداخلي وأستهدفكم. الكلمة التي بدأت بها المسرحية والرواية هي عهد وليس تقديم لنفسي. وانا اصر على عهد العهد دائما في كل ما اكتب، ان لا اكتب الا ما يحترمه القارئ ويجعله يحترمني. لن اتعامل مع القارئ ابدا بمبدا ان اضحك عليه ابدا. هذا عهد في طريقتي، والمره لن اضيفها الاعمال التاريخيه، لكن هذا احب ان يعرفني من يقرا لي ان هذا عهد امام الله ان احترم عقليه الكاتب والاخر. فده عهد.
اتمنى يعني تصلوا مني وان شاء الله عم بنسى التزم. الحاجه الثانيه ان ربنا اكرمني بان هذا العمل علق عليه من اكبر الناس اللي موجودين في مصر رحمه الله عليه، فاهم؟ الكل هو الذي طلب مني ان الحركه استاذ شريف كمخرج استاذ عايد حسين مسرحي كبير هو اللي قال لي لا تجعل دور المخرج جليل. اذا اردت ان يمسك هذا العمل المخرج وتديه اهتمامه صعب ما يفعله المخرج في هذه الميزانسيه في لغه المسرح دي جعلتها حته نفس الطفل دي بتاعت المسرح تخيلها كده اشياء كتابين ولا يجيب اشكال وحب ودي من الخلف المخرجين عارف فدي نقطه. فهو اهداني كيف اجعل المخرج يهتم بالعمل. الحاجه الثانيه ان الاسماء للمحرك هي اسماء دليلي انا، انا جعلت امر افتراضيا ولا القارئ ان يحكم كما يشاء، يرى هذا مقبولا وغير مقبول. تمام؟ وجود افتراضي جعلني اميل ان انا اعمل اسماء غير مصروفه. فجعلت حكم من العمل الفاضي كل الاسماء لها زي ما تقول كده جميل جدا جميل 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 بعد كده دي نقطة عرفت أنا كده، لكن إيه هحاول ال الشعب الله المختار هي معلومة طبعا تغيير أن اليهود مشكلة اليهود الأساسية هي الدين. دينهم من كتب دين مهم عندنا لكن الدين لا يكون دين. يا جماعة لو سمحتوا عشان نسمع دين محرف أو دين محرف موضوع مسبوق مرفوع مضمون مكسور لا تشغل من يؤمن به المعتقد. المهم ان في الاخر انا عليه والايمان باي شكل كان محترما الايمان ان هو ما وقر في القلب وصدق العقل. اصله ايه بقى؟ موضوع مش مستدركش. المهم ان نؤمن بهذا الدين بدليل الفكره باقيه وامن بالمعرفه وامن بالموضوع. اليهود يؤمنون بما يقال عليه توراتيه الارض ان هذه الارض خلقها الله لهم والباقي كله عبيده. فهذه ايمان يجعلهم يؤمنون بهم في العالم وما يفعلونه في العالم من هذا المنظر. اما بذكر المسرح اقول كلمه فقط تغيير عشان اجبتها. هو قالوا ان المسرح يمثل لا يمثل الحياه ولكن يمثل الحقيقه وهذا ما جعلنا